وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من سيول سعادة السيدة جميلة السماك عضو مجلس النواب. مساء الخير سيدة جميلة، وهل لك أن تحدثينا عن أهمية هذه الزيارة والأهداف التي تسعون لتحقيقها من عبرها؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا الزيارة النيابية الرسمية لوفد اللجنة، لجنة الصداقة الكورية البحرينية، جاءت واقعا لمد جسور التعاون وتطوير الدبلوماسية الآسيوية، كذلك تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، طبعا خاصة البرلمانية منها، ودعم المشاريع الاقتصادية في ظل التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. أيضا طبعا جاءت هذه الزيارة والاجتماع اليوم مع دولة رئيس الوزراء الكوري، تحدثنا فيها حول تقديرنا واقعا كبحرين، كمملكة البحرين، للمواقف الدائمة للمملكة من قبل جمهورية كوريا الجنوبية أزاء الأعمال الإرهابية التي مرت بها، والتعاون المشترك في مواجهة خطر الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن المحلي. هذه الزيارة مما لا شك فيه تأتي لدعم التعاون الاقتصادي أيضا في ظل التطورات والتحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بأسرها، وتمر بها طبعا المجتمع الدولي بشكل عام. ومما لا شك فيه سوف نترجم هذه النتائج، نتائج هذه المحادثات والاجتماعات، على أرض الواقع بإذن الله من خلال التشريعات والقوانين التي تصب في هذا الجانب. أيضا هذه المحادثات جاءت من أجل الاستفادة واقعا من الخبرات الكورية، وكلنا يعلم بأن هناك خبرات كبيرة وطويلة في المجال في الجوانب الاقتصادية الكورية، وكان طبعا في وجود العمالة الكورية في البحرين منذ السبعينات. أيضا هناك طبعا مما لا شك فيه الاستفادة من المجال الصحي ونقل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيا الطبية والصحية، خصوصا نحن سوف يكون بإذن الله على طاولة مجلس النواب الضمان الصحي الاجتماعي، وبالتالي في هذا الضمان الصحي، مشروع الضمان الصحي سوف يكون على طاولة مجلس النواب، بالتالي احنا محتاجين إلى هذه الخبرات الكورية في هذا الجانب على أساس نترجمها إن شاء الله في الواقع لما نرجع بإذن الله البحرين. هذه موجز تقريبا المحادثات التي تمت بين الجانب البحريني البرلماني وبين الجانب الكوري، طبعا برئاسة الجانب البحريني برئاسة معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملة، وبالنسبة للجانب الكوري اليوم كان طبعا دولة رئيس الوزراء الكوري. نعم، من سيول سعادة العضو جميلة السماك عضو مجلس النواب، كل التوفيق لكم في هذه الزيارة وشكرا جزيلا لك.